خلينا نبدأ مع حضراتكم كده حلقتنا بقى ونتعرف على حالة طقس النهاردة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء. خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على عدد من محافظات الجمهورية، والبداية كالمعتاد من العاصمة القاهرة اللي العظمى فيها النهاردة الثلاث بتسجل 22، أما الصغرى 15، اسكندرية 22 14، الإسماعيلية 23 12، الدقهلية 23 14، الغردقة 24 17، والمنيا 22 12. خلينا كمان نروح لبعض العواصم العربية والعالمية ودرجة الحرارة هي كالتالي، والبداية من العاصمة السعودية الرياض اللي العظمى فيها النهارده بتسجل 29، اما الصغرى 15، ابو ظبي العظمى فيها النهارده 31 والصغرى 21، انقره 10 اما الصغرى 1 تحت الصفر، لندن 7-1، واشنطن 11-9، واخيرا بكين العظمى فيها 5 والصغرى 8 تحت الصفر.